الجوية تنفيذ الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية على المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع غزة بالتعاون مع دولة الإمارات والأردن وعدد من الدول الشقيقة والصديقة. واصلت القوات الجوية المصرية تنفيذ الجسر الجوي الإنساني لإسقاط المساعدات الغذائية والاحتياجات الأساسية على المواطنين الفلسطينيين شمال قطاع غزة، وذلك على مدار يومي 20 و21 من مارس الجاري، حيث استمرت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز C-130 القيام برحلاتها من مطار العريش لإسقاط عشرات الأضنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية الشقيقة. فيما تواصلت الطلعات اليومية للطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من المملكة الأردنية الهاشمية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لإسقاط أطنان من المساعدات فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة. وذلك بالتزامن مع فتح معبر رفح البري لتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، يأتي ذلك امتدادا للجهود والمساعي المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الأزمة الراهنة.